بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بنستكمل موضوعات ميكانيكا المواقع، وبنستكمل موضوع مهم جدا اللي هو موضوع buoyancy and stability of submerged and floating bodies. في هذا الموضوع هنبتدي ناخد اول حاجة مقدمة عن هذا الموضوع، بنعمل revisions او introduction لما يسمى قانون أرشميدس. واحنا نعرف قانون أرشميدس بيقول when never a body امرزد ولي اور بارشلي، يعني اذا غمر جسم كليا او جزئيا ان الليكويد في سائل، it is acted upon by vertical force aborted thrust force، بنقول بيتعرض الى قوة رأسية بتساوي وزن السائل المزاح to the weight of the liquid displaced. يبقى تعريف بسمى هذه القوة قوة الطفو، يبقى البوينسي او البوينسي فورس It is an upward thrust force، عبارة عن قوة رأسية exerted by a liquid on a body floating or immersed، زي ما قلنا بيتعرض لها الجسم الغاطس أو الطافي، وبتساوي it's equal the weight of liquid displaced by the body. طيب مركز هذه القوة بيبقى موجود فين؟ احنا بنسميه center of buoyancy، وهو عبارة عن النقطة اللي هتأثر فيها هذه القوة، وهي عبارة عن نقطة تصل في شكل الجزء المغمور عندنا. يبقى it is the point at which the buoyancy force or upward liquid thrust acts. يبقى the center of buoyancy will be the center of gravity of the liquid displaced. يبقى بنشوف شكل السائل المزاح، ويبقى مركز الثقل بتاعه هو مركز الطفو. بنتكلم على موضوع مهم جدا هو الاستابيليتي أو الاستقرارية. The stability of a body can be determined by considering what happened when it's displaced from its equilibrium. يعني أنا لو أنا عندي جسم أقول عليه إمتى مستقر وإمتى غير مستقر، لو أنا عملت pushing للجسم في الكرة اللي قدامنا دي كده وتحركت في اتجاهات up and down، إذا رجعت واستقرت في الوضع الأصلي بتاعها بنطلق عليها stable. أما إذا دفعت الكرة وراحت إلى وضع لم تستقر فيه وتغير الجسم انقلب أو أزيح، يبقى ده عندنا بسميه unstable، وهنستكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة.